بريك ستارت كاونت داون 2013 بيتابع من بعد البريك، وصار وقت نستقبل معنا الصوت الاوبرالي المميز إليا فرانسيس. اهلا وسهلا فيك بحلقه الليله. إليا، شو الفرق بين الصوت الاوبرالي عن غيره من الاصوات؟ فرق كثير كبير. اول شيء تكنيك بيختلف، رنه الصوت بتختلف. اذا بدنا نعمل مقارنه بين الكلاسيك والشرقي، منشوف انه المحل ما بيرن الصوت كثير بيختلف عند الشرقي وعند اللي بيغني كلاسيك. طبعا النفس كمان او طريقه النفس بتختلف. هلا في اشياء انكم ما بس هن كثير قليل، يعني اتس ا هول تكنيك، يعني بيفرقوا عن بعضهم، يعني حتى طريقه التحضير التمرين بتفرق. على الاخر إليا، نوع الاوبرا الغناء الاوبرالي بيتوجه يمكن لفئه معينه من الناس بتحب هالنوع من الغناء. قد ايه مغني الاوبرا بيقدر يوصل لشهره او لعدد من الناس، عدد كبير؟ قد ايه اصعب عليه انه يحقق الشهره اللي بيحققها غيره؟ هلا اكيد هي اصعب بكثير، بس اذا المغني الاوبرا اليوم بيتمتع بكاريزما، بيتمتع بصوت حلو، بيتمتع بتكنيك حلوه، اليوم في كثير ناس سميعه موجودين باللبنان وبالدول العربيه، لانه بنعرف الاوبرا هي اكثر اوروبا وامريكا. بس اليوم في كثير سميعه موجودين بيقدروا هذا النوع من الموسيقى وبيعرفوا اذا الفنان يلي عم بغني اذا هيدا مزبوط، عنده هالتكنيك القويه، عنده هالكاريزما القويه. يعني اليوم مؤدي الاوبرا هو مش بس صوت، مش بس تكنيك، هو لازم يكون على المسرح كمان عم بيقدر يمثل ويعيش الحاله حضور اللي عم بغنيها. لانه اليوم في كثير اشخاص ما بتعرف مثلا اللغه التليانيه او اللغه الالمانيه او الفرنسويه اللي هن معروفين فيهم الاوبرا، يمكن احساسه على المسرح وطريقه وقفته وحكيه، اذا وجهه الجريماس تبع وجهه زعلان، يعني عم يقدر يوصل انه هالغنيه يمكن فيها شويه زعل او شيء هيك للاشخاص يلي ما بيعرفوا اللغه. وكيف واقع الاوبرا بلبنان؟ الاوبرا بلبنان احسن بكثير من قبل، يعني اليوم عم نشوف كثير الاشياء اللي عملها الكونسرفاتوار، وسعت السيركل تبع الاودينس تبع السميعه، وصار في اوبرايات عم تنعمل، صار في ادوار عم تتاخد. وانا بحب اقول انه ان الله راد، نحن هلا مع الكونسرفاتوار عم نحضر لاوبرا كمان كامله، مع فول كاستنج، مع تيب، مع اوركسترا. ان شاء الله اكيد بنعلن عنها وقت نعرف امتين الدات، رح دات فيكس يعني رح تنعرض فيه. وليلي، شو رح نسمع منك؟ رح نسمع شيء رومانس اسمه بارلا مي داموري ماريو. Parlami d'amore, Mario, tutta la mia vita sei tu, gli occhi tuoi belli brillano, fiamme di sogno scintillano. Dimmi che illusione non è, dimmi che sei tutta per me, qui sul tuo cor non soffro più. Parlami d'amore, ma صوت الأوبرالي إليا فرانسيس، شكراً على وجودك معنا، ورح نختم اللقاء بمرورك بالميوركستر. كمان لما كتر حكي كتير، ما علي إلا أشكر أول شيء الله يلي عطيني هذه الموهبة ويلي خلاني وساعدني أني نميها وأني طورها بدراساتي يلي عملتها. أكيد بشكر لجنة الميوركس على رأسهم دكتور فادي ودكتور زاهي الحلو يلي خصصوا لي هالجائزة هيدي السنة. أكيد بدي أشكر أهلي يلي دايماً واقفين حدي وداعميني، وما بنسى خيي دوري يلي دايماً بيوزع لي الأغاني كلها يلي بعملها، وهالغنية رح تسمعوها الليلة كمان من توزيعه، وخيي توني اللي بفرنسا يلي بخلص لي أعمالي كلها هونيك. ما إلي إلا أشكر الكل الموجودين كمان هون، وكل يلي سهرانين بعد الليلة عم يحضرونا
مرسي لكم وكل ميوراكس وانتم بخير. ميوراكس 30 كاونت داون بيتابع وصار وقت فقرة من جيل لجيل، بنستقبل فيها المخرج الاستاذ شربل كامل والممثلة نغم ابو شديد، اهلا وسهلا فيكم. مساء الخير. استاذ شربل، البداية معك، من جيل لجيل كيف عم تفرق الدراما اللبنانية؟ عم تفرق كثير. فرقت كثير، بالاول ما كان فيها التقنيات الموجودة هلا. ما كان فيها الفيديو، ما كانش فيها سوري هالكمبيوتر يعني صارت الامور فرقت، حتى طريقة التعاطي مع الكاميرا فرقت. طريقة التعاطي مع الممثل فرقت. يعني ما عايش فيه بالأول، كان فيه يمكن شغل على الممثل أكثر، إدارة الممثل، إدارة ممثل. عم نشوف هلأ بالفترة الأخيرة تقريباً ما عم بيكون فيه كتير، إلا عن بعض المخرجين القليل يلي عم بيشتغلوا على الممثل. يعني أكتريتهم صايرين إنه أوكي عم بيلعب دور، أنا عم بشتغل عليه بالبيت. يعني صار في مجهود ممثل أكثر من إنه يكون في مجهود مخرج. نعم، لأداء دوره. نعم، عرفتي كيف؟ نغم، كان لك الفرصة أنه اشتغلت مع جيلين من الكتاب، من المخرجين. مزبوط. والممثلين. خبرينا كمان عن هالفرق. وجيلين كمان من التلفزيونات، يعني والتلفزيون. لأنه عندي كتير حنين ونوستالجي لتلي ليبان. ليكي في دم جديد مع المخرجين الجداد، بتحسي شوي بعاد عن الكلاسيكية. في عندهم هيك شعطة بمحل بدهم يطلعوها ويبرهنوا عن قدراتهم، ففي خلق غير، يعني دم جديد. الجيل القديم أنا الباز، يعني بحس إنه الباز والقيمة اللي عندي إياها، وبفتخر إني أكون اشتغلت معهم، لأنه ما لحلق أقول مع مين لأنه خايفة أنسى، بس على أيام تلي ليبان أكتر شيء، وحتى هلأ عم بشتغل مع جيل القديم، بس بيعطوك باز وركزة. يعني في شيء أنت مثل بالبالي مثلاً بدك الكلاسيسيزم بالموسيقى أو بالرقص اللي هي الأوبرا أو البالي، وبعدين بتنطلق إلى الهيب هوب والدانس ستريت كل هولي. فلا، كانت شغله كثير مهمه لإلي لانه عطيتني اكثر ركائز. يعني اذا بدك تختاري تكوني موجوده مثلا هلا بجيل من الجيلين، بتفضلي انه الجيل القديم؟ يا ريت في خلطه. يا ريت في خلطه للحياه. نانو منيح وفاين. نانو منيح، نانو ما فيهم غنى عن بعضهم. يعني ما في، يعني حتى يعني انا اعتبر مش من الجيل القديم. انا من الوسط وهلا. نعم. هيك اعتبر يعني. وماشي مع اثنين. نعم. بس اللي عم بحكيه بشكل عام مثل ما بتقول نغم، انه حلو الاندماج بين اثنين، حلو الاندماج، يعني رؤيه القديم. عرفتي كيف؟ كرؤيه، يعني لما المخرج اهم شيء عنده يقرا نص، يعرف شو هو النص ويطلع. يعني يعجن ويطلع شيء من خلال النص، مع لعبه الممثلين يلي بيشتغلوا عليها اثنين سوا. هلا شوي مفقوده هالشغله، صار مجهود ممثل اكثر ما هو مجهود مخرج، مخرج صار كادر وتكبيس زرار اكثر ما هو برؤيه. مش هيك بعدين؟ يعني يمكن بالجيل الجديد سوري كمان كثير بيتكلوا اوقات على جماليه الكادر، على الجماليه تبع الديكور، على الالوان، الباك جراوند تبع الممثل. يعني هيدا فهمت اللي عم بقوله. يعني بتوي في رأي انه عم بيصير في غياب يمكن اكثر لإدارة بمحلات معينة، اوقات مثلا بتكون عم بتأدي دور في كثير من الاحاسيس والمشاعر لازم يبينوا، ما بياخذك مثلا كلوز، بياخذك بعيد لانه هالجمالية هيك حلوة، وبتكون انت يعني عن جد كنت معينة وعم بتحسي بالشغلة، بتنقهري كم مثلا. يعني انا هيدا عم بقوله، يعني انه ما في قراءة نص من مخرج مثل ما لازم. يعني بعرف تعلمنا برا نحن انه نرسم خط درامي للنص، نرسم له خط، نعرف علاقه الممثلين مع بعضهم، يعني ناخذ النص من الكاتب نعجنه ونرجع نطلع فيه عن جديد. لقيت الحل، مخرج مثلا جديد او جان يعني، واشراف مخرج مخضرم، بتطلع حلوه. انا ما عم بالفكره، لانه معليش بدي اقولها كمان وقلتها عده مرات برا وهون وراح ارجع اقولها. أكترية الإخراج اللي عم بيصير هلا، يعني عم بحاولوا أكترية التقطيع الدرامي لتقطيع كليب. حرام. حرام، هيدا إله شيء وهيدا إله شيء. عم يعملوا يعني كليبات كمان دراما أو لا؟ لا، يا ريت عم يشتغلوها مزبوط، ما عم تنشغل مزبوط. نعم. دونك التقطيع بين اثنين شغلي حرام، يعني تصوري كيفك بكلمة كيفك في ثلاث قطعات، طب كيفك؟ كيفك؟ شفتوها يعني بأحد
يعني متفائل فيه بمستقبل القريب للدراما اللبنانيه؟ لا التفاؤل دائما موجود، دائما 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 موجود التفاؤل، انما برجع بقول لك المهم للشباب اللي طالع جديد هلا، وانا في ناس كثير يعني معلمهم واللي فضل عليهم، يعني يقدروا يشتغلوا بإطار الصحيح للدراما. نغم، إذا بدنا نحكي عن أعمالك حالياً، خبرينا عن جديد. هلأ شو عم صور؟ نعم، عم صور شوارع الذل، كتابة فيفيان أنطونيوس ولورا خباز، وإنتاج فينيكس بيكتشر، وإخراج أستاذ إلي معلوف. عم نصوره، وهلأ بعدني خالصة بحب أحكي عن هالشي لأنه أنا كتير بحب شجع الطلاب. مصوره مع جورج حداد طالب بالان دي يو، وطلعنا على جزين، والمعامله كانت كانه معامله محترف للحقيقه. يعني هيدا تنرجع للاوقات بتكون عم تشتغلي مع ناس بعدهم طلاب وهن محترفين بمعاملتهم للفنان. يعني حتى طلعنا ثلاث ايام واخذ لنا محل هنيك. حلو هالتشجيع على للطلاب. وانا بحب كثير شجع، يعني من دائما بشجع، بعدين لانه عم يوصلوا عم يعملوا فيستيفالات. ان كان بالجامعات هون عم بيكون في فيستيفالات او برا، او برا فيستيفال دو موناكو او غام او فرانكفورت، يعني حتى في مستقبل للكورمتراجات اللي عم نعملها، ان كان نحن كممثلين او هن كمخرجين وكتاب. الممثلة نغم ابو جديد، شكرا على وجودك معنا، ورح نختم اللقاء بمرورك بالميوراكس دور. يلا. مثل ما بتعرفوا كفى حملت كثير من المعاني الكبيره، صرخت كفى بوش كل استعباد وظلم، كفى لكل مغتصبين ارض وحريه وانتماء، كفى لكل كذب وتزلف وحرام، كفى حملت بنضال رايه انسانيه عاطفيه وطنيه، وكفى حملت لي اليوم نسمه فرح، غصن سلام وبركه فنيه. شكرا كفى، وهيدي ورده على قبرك، بحبك. وبينضم لنا هلا الممثل سعد حمدان. اهلا وسهلا فيك بحلقه الليله. اذا بدك تختار جيل من الجيلين، الجيل القديم او الجيل الجديد من الدراما اللبنانيه؟ اذا بدي اختار جيل من الجيلين، لانه حضرتك عاصرت يمكن الجيلين، اشتغلت مع جيلين من المخرجين، من الكتاب ومن الممثلين، اي جيل بتفضل؟ شوفي انا ما فيني اقول بفضل هيدا عن هيدا. اول شيء انا سعيد اني ولدت بوقت كان في عصر نهضه الدراما اللبنانيه، عصر الفتح الدرامي اللبناني للخارج، وقت ما كان لبنان رائد من رواد الدراما اللبنانيه. والجيل القديم يلي نحن عم نكمل طريقه هلا، هن فتحوا لنا المدينه وسلمونا الطرقات والمفارق، والاستاذ شاربل احد رواد هيدي نهضه الدراما اللبنانيه اللي كانت منتشره بالعالم العربي. فانا سعيد اني كنت موجود بهداك الوقت، وسعيد هلا اني موجود مع احد رواد الدراما اللبنانيه هو الاستاذ شاربل. فما فيني اقول هيداك افضل او هيدا افضل، اثنين بيكملوا بعض، والموهبه والفن بينصهروا مع بعض فبتوصل الى هالوقت هيدا. استاذ شاربل، حضرتك بلجنه التحكيم بالميراكسار، لجنه التحكيم الخاصه بالاعمال الدراميه، كيف عم بتكون التحضيرات والاجتماعات؟ هل عم بيكون في تصادم بالاراء، ولا الاراء عم بتكون بتشبه بعضها؟ حسب اكيد في مطارح بتتضارب الاراء، يعني اليوم بيجي الحس، يعني اليوم كيف عم بيلاقي هالممثل او هالعمل او هالاخراج، او كل واحد عنده رؤيه معينه تشوف فيها دون. هلا بس الاكثريه فيها اتفاق، يعني بمعنى انه ما عم تتضارب كثير الاراء حول بعضها، يعني وبتصور كان كثير في ضمير بالتحكيم، بوضع العلامات، حتى التصويت عم بيكون سري، يعني ما حدا عم بيعرف كيف الثاني صوت. وهي شغله كثير مهمه، يعني على مستوى عالم، يعني كنت بباريس مثلا كنت الجوري كانت بهالطريقه تقعد تشتغل. انا اشتغلت باحد الاعمال بهالشكل، وهون تبع زيت الاسلوب. سعد، بالجيل القديم كان في غياب لتكريم الممثلين الفنانين المبدعين، بوجود جائزه الميراكسار وهالتكريم شو عم بتضيف للفنان؟ عم تضيف نقله نوعيه كبيره، لانه الفنان يعني برغم غياب الدوله
وبرغم غياب العطاءات يلي انه هذا الفنان بحاجه لها من ضمان من تامين صحي، يمكن هالتروفيه معنويا بتعني له كثير للفنان، كثير بتعني له. فمنيح انه الميراكس دور عم بيفكروا بفنانين مخضرمين عم بيعطون هيدي الجائزه لانه بتعني لهم كثير بحياتهم. وانت اذا جربتي وسالتي حدا منهم شوفي بس تقولي له لما عم تاخذ هذه الجائزه كيف بحس بغياب الدوله، كيف عم بحس بهذه الجائزه كثير يعني انا هون بدي شوي اضطر لاقول شيء. انا عضو باللجنه مثلا، تفاجات قديش اجاني اتصالات وكيف عرف انه انا باللجنه، ما بعرف من وزراء من نواب من منجين من ممثلين. صدقيني اجاني اتصالات بشكل لو مش مهمه كانت بريكس دور للفنان عربيا لبنانيا وعالميا ما كان بيصير فيها الشيء هذا. عرفتي كيف؟ بغض النظر انه نحن ما اخذنا، بالنسبه لي انا ما اخذت هالمقاييس كلها، اخذت بس انه الى اي مدى الانسان او الممثل او المخرج او الكاتب او بيستحق يكون معه هالجائزه، لانه فعلا ميركس دور من بعد ما كنت فيها هلا من بعد ما انا فيها هلا عرفتها الى اي مستوى عالمي هي موجوده فيه. فعلا هيك ما كنت اعرف بالاول، قول وصايه ما وصايه كذا، تبين لي هلا انه لا لا بوجودك ما لا لا مش بوجودي انا لا طبعا، بس بشكل عام انه ما عم بياخذوا بالوصايه. نعم. سعد بختام لقائنا مش معقول ما نسالك عن جديدك وعن اعمالك. عم نحضر لعمل هلا مع صديقتنا الكاتبه منى طايع، يمكن راح يشهد عودي للكوميديا يلي بعدت فتره عنا واخر فتره ركزنا على الدراما. بس عمل بعتقد راح يكون خبطه نوعيه ان الله راد. موفق ان شاء الله. استاذ شرب الكامل شرفتنا. موفق سعد بكافه اعمالك، وراح نختم لقائنا بمرورك في الميراكس. بونسوار. كل ميراكس دور وانتو بخير. انا كمان بهالمناسبه، سوري مش حطول عليكي ست مي، بدي وجه شكر لمعالي وزير الثقافه الدكتور طارق متري اللي كان لنا عده جلسات معه وكان كثير متفهم لمطالبنا. نتمنى يا معالي الوزير انه بعهدك يتحقق هالحلم تيضل هالعهد بحلمنا. شكرا. كمان كلمة أخيرة، شكرا للميراكس دور، شكرا للجنة الميراكس دور، ونتمنى لهم كل التوفيق بالأعوام التالية. وميرسي. حلقتنا متابعة، وصل وقت نستقبل رئيس بلدية جبال الأستاذ زياد الحواد. أهلا وسهلا فيك أستاذ زياد بحلقة الليلة. بالبداية اسمح لي بارك لك، بارك لحالي ولكل أهل مدينة جبال بالجائزة اللي استحقتها المدينة، أفضل مدينة سياحية بالعالم العربي لعام 2013. كيف تلقيت الخبر كرئيس بلدية جبال؟ بالتأكيد هيدي جائزة لكل لبنان، كون مدينة جبال مدينة معروفة بتاريخها وبثقافتها وبحضارتها. جبال هي كنز لبناني لبل عالمي، وبالتالي هذا الإنجاز وهيدي الجائزة هي ملك كل اللبنانيين، تنأكد انه لبنان مش بس بلد الصراعات، بلد الانقسامات، لبنان بعد فيه مطارح كثير حلوه بتقدر تستقبل الضيوف باحسن طريقه. هيدي الصوره الحقيقيه عن لبنان بعكس ما عم بيتظهر انه لبنان بلد الحروب، بلد الانقسامات. ومدينه جبال على طول بتستقبل مهرجانات، حفلات، نشاطات، واكيد بالصيف بتكون نشاطاتها ومهرجاناتها مميزه. كيف رح يكون صيف جبال 2013؟ يعني جبال ما انا معزوله عن الواقع الموجود بلبنان، انما انا بالتاكيد وانا بشكلي وبطابع متفائل جدا، حتكون الله راد صيفيه جبال صيفيه متميزه، بتقدر تكون الافضل ان شاء الله. مهرجاناتنا مهرجان بيبلوس دوليه حتكون كثير قويه، حنستقبل كبار الفنانين اللبنانيين والاجانب. حتكون مدينه جبال خارج اطار المهرجانات بمهرجان دائم ويومي، ان كان باسواقنا التجاريه، ان كان بالاسواق القديمه، ان كان على المرفأ السياحي، بكل موقع داخل مدينه جبال ان شاء الله حيكون في حاله مهرجان. ودائما في جهود واضحه حتى تكون رغم كل الاوضاع تكون مدينه جبال بارزه اكثر بنشاطاتها، والشكر اكيد لكم. جائزه الميراكس دور استاذ زياد شو بتضيف على المشهد الفني والثقافي بلبنان؟ بالتاكيد ميراكس دور سبق وانعملت مرتين بجبال، هذا وجه من وجوه لبنان الثقافيه والسياحيه والفنيه، بينقل كمان واقع مختلف انه بلبنان في ابداع،
بلبنان، في شباب قادرة تعطي كتير إن كان بالفن أو بالثقافة أو بالتراث أو بالسياسة حتى أو بالاقتصاد أو بالبلدية. إذن لبنان بلد الإبداع، وأنا هون بدي أوجه تحية لإدارة الـ MTV فعلاً اللي عم تنقل صورة للعالم إنه لبنان في مبدعين، في شباب قادرة تعطي، في فنانين متميزين. والملفت انه التكريم عم بيكون هن وطيبين، وهيدا مع الاسف بلبنان ما بنكرم الشخص الا عند وفاته. نحن ببلديه جبال انا من اول ما تسلمي رئاسه البلديه اخذنا قرار انه ضروري الى جانب العمل الانمائي والعمراني الثقافي والفن الى حيز كثير كبير داخل عملنا، ان كان من شعراء او كتبة او فنانين او الى اخره. كل هالشخصيات المتميزة والمبدعة نحن حيكون لهم تكريم، وبدأنا بسلسلة تكريم لهم، هيدا تنعطيهم حافز ليكفوا إلى الأمام، ليمثلوا جبال بأحلى صورة، ليكونوا صورة متألقة عن واقعنا الجبالي. رئيس بلدية جبال أستاذ زياد الحوات، شكرا على وجودك معنا، يعطيكم ألف عافية، ورح نختم لقائنا بمرورك بالميراكستر. شكرا لكم، ثانك يو. مساء الخير، مساء الفن والجمال والإبداع، مساء ميراكس دور بجبال بيبلوس. أكيد جبال أحلى بوجودكم. شاطئنا الليلي مع ميراكس دور عم بيزيد مجده. من هالشط انطلقت الأبجدية وانطلقت التجارة كمان. من هالشط أسطورة الحب عند أدونيس وعشتروت. هيدا باختصار تاريخ هالمدينة العريقة بيبلوس. إذا كنا أوفياء للماضي، نحن كمان أصحاب مشروع ورؤية للمستقبل، لمستقبل المدينة، لمستقبل الجبيليين، ولمستقبل ضيوفنا. أهلا وسهلا فيكم يا أحلى ضيوف. شهو شخصيتين ونطرح عليهم نفس الأسئلة، يا ترى على شو رح يختلفوا وعلى شو رح يتفقوا؟ إذا طلب منكم تكريم ممثلة عن مجمل مسيرتها الفنية، مين بتختاروا؟ بختار كرم الممثلة الأديرة ليلى حكيم. بختار أبو نزار، أستاذ عمر مئاتي. مين بتختاروا شخصية معروفة تقدم معكم الجائزة؟ زياد الرحباني. شخصية معروفة جورج إرداحي. مين أفضل ممثلة لبنانية بالعام 2012؟ عبالي كون أنانية اليوم، أنا ماجي بوغصن. مين أفضل ممثل لبناني بالعام 2012؟ أفضل ممثل لبناني بال 2012 يورجو شلهوب. أفضل ممثل لبناني بال 2012 كارلوس عزار. شو أفضل مسلسل للعام 2012؟ أفضل مسلسل لل 2012 ديول غرام. ديول غرام. مين كان أو كانت ظاهرة العام 2012؟ الوضع السيء اللي وصلونا له. ما عندي جواب. مين أفضل ممثل عربي بال 2012؟ أفضل ممثل عربي بال 2012 قصي خولي. أفضل ممثل عربي بال 2012 قصي خولي. مين أفضل ممثلة عربية بال 2012؟ أنا بحب هند صبري. سلافة معمار. صار وقت نستقبل ضيوف فقرة فاس فاس، ممثلة مي بوغصن وممثل كارلوس عزار، أهلا وسهلا فيكم بحلقة الليلة. بالريبورتاج اللي شفناه شفنا بعض التشابه بالآراء والأسماء وفي بعض تباين. كارلوس، الأجوبة اللي كنت عم تقولها، يعني فكرت كثير تتعطي الأسامي ولا في أسامي دغري بتخطر على بالك؟ لخبرك شغلة، فكرت كثير لأنه أنا بعترف أنه أنا مقصر تجاه التلفزيون، لانه ما كثير بحضر تلفزيون لقلة الوقت، واذا بدي احضر تلفزيون اكثر شيء يعني اهتمامي بروح على الرياضه، فمنشان هيك يعني بدي افكر شوي تشوف شو انعرض يعني بسنه 2012. وعلى فكره بس يعني لانه كل الزملاء اصحابنا واحبابنا يعني ما حدا يزعل، بس لانه الفورما بتقتضي انه نسمي اسم فمنسمي اسم، والا بنضطر نسميهم كلهم لانه الحمد لله لبنان يعني زاخر كثير بالممثلين الممتازين. ماجي، كنت عم تقولي انه كنت بتفضلي ما تكون عم بتسمي اسم واحد، بتعتبري انه ما في يمكن تراتبيه اسم اول اسم ثاني؟ صح، انا بعتبر بالفن ما في اول وبيرجع الثاني، يعني نحن ما عم نحط علامات انه انا اخذ 19 سورفان وغيري اخذ 15 سورفان، او ما فيك تعتبري اذا شخص سميته ممثله، خلينا نقول سميت اسم انه هي الاولى والباقي بيجي بعدها، لا. بالفن في كتار ناس ناجحه، في كتار نجوم، في كتار لامعين،
اوكي في صف اول ناس يلي تعبت وشقيت ووصلت وعملت اعمال كثيره، في الصف الثاني بنعتبر الناس يلي عم تطلع، في ناس سبقونا في ناس بعدنا عم بتبلش عم بتحضر اعمال او منطلقه جديد بعالم الفن. منشان هيك دائما انا هيدي الفقره ما بحبها كثير وبيعتبروني اني عم جامل، انا ما عم جامل. اذا سميت لنقول سيرين عبد النور مش معناتها انه نادين الراسي اقل او انا مش موجوده على الساحه، فهيدي الفقره يعني ما كثير بحب اني اكون فيها. كارلوس وماجي سبق واجتمعتوا بمسلسل ديو الغرام، كارلوس كيف كانت هالتجربه مع ماجي؟ كان في انسجام على الهواء وعم نشوف على فكره تحت الهواء كمان كثير بتسالوا على بعض، يعني كمان في انسجام، خبرنا عن هالتجربه. مخفى او هيك خرجوك كيف تخفى؟ ايه هيدي موهبه جديده. كيف تخفى على الهواء؟ كيف واحد بيخفى على الهواء؟ هي قدر خلص بيروح بغيب. لا وصايره معي على فكره يعني. نحن بنتعرض لها لانه اوقات نصور من الأربع الصبح للأربع الصبح فنضطر. موهبة جديدة لكنها بتنضاف. إيه. كارلوس كيفية تغميض العينين على الهواء. التجربة مع ماجي لها عدة نواحي، بس أنا بالنسبة لي الأهم من يلي عم يظهر على الشاشة والأهم من يلي بيظهر على خشبة المسرح يلي بيصير ورا الكواليس، يعني يلي نحن بنعتبرها والكواليس هي كناية عن علاقات إنسانية. لما العلاقات الإنسانية بتكون مبنية على أسس سليمة فبعتقد أنه هذا الشيء دغري بينعكس للعالم والعالم بتحس فيه. فكيف بالأحرى إذا مثلا مثل ماجي وأنا، يعني نحن أشخاص صحبة من زمان وفي صحبة عائلية كمان وفي اتفاق فكري في اتفاق أخلاقي ثقافة، ف هدول كلهم اكيد بينعكسوا. اساسا ماجي اللي بيتعرف عليها ما بفتكر انه معقول ما يحبها، يعني صعب كثير. الله يخليك ماجي. ومعقول ترجعوا تجتمعوا بعمل بالمستقبل؟ اكيد رح نجتمع بعمل بالمستقبل، لانه بالنسبه لي تجربه ديو الغرام كانت كثير حلوه رائعه. وانا اذا بدنا نحكي بنفس الموضوع عن الانسجام، انا كثير بسال عن الكاستينج، مش لاني نيئه او بحترم الكل وبقدر الكل، بس بالنسبه لي الكواليس باهميه، اذا مش اهم من انه نكون واقفين على البلاتو قدام الكاميرا. انا حتى لو بدي صور دور حدا بكرهه ما بطيقه، خلينا نقول وجيه صقر اعز رفيق على قلبي، ما بقدر صور دور كره اذا الشخص ما بحبه، لازم يكون صديقي وزميلي. انا ماني من مدرسه انه الممثل يفصل حاله عن الممثل الثاني توتالي وما يشوفه، انا من مدرسه العيون باخذ كونتاكت العيون، فالكوليس كثير بياثر. والحمد لله عم كون محظوظه باي عمل انه عم يكونوا الناس اللي بحبهم كثير عم نصور سوا. اللي بده يتسلى يحضر ماجي وجيه على السات، هيك بقى عاد احضريهم لهم. خبرنا شو بصير؟ شو بدي خبرك؟ بضلوا مناقره بعضهم كل النهار، يعني ما كان ناقصهم غير بعد سيف الدين السباعي فكملت. هون بدنا نستفيد يعني كمان نوجه تحيه اكيد هي مشتركه لثلاث عناصر اساسيه لنجاح ديو الغرام، يلي هي شركه مروه جروب، استاذ مروان حداد، والكاتبه صديقه كلوديا مارشاليون، واكيد المخرج الصديق سيف الدين السباعي. وعلى امل لو منهم اكيد ما نجح، يعني بالاضافه لكل الكاست الممثلين. على امل انه ترجعوا تجتمعوا بعمل جديد. ماجي خبرينا عن جديدك، عن مشاريعك. جديدي فيلم سينما بيجمعني مع النجم يوسف الخال، جسي عبده، بيير جاماجيان، بيير شاماسيان، ميرفال قاضي، سلطان ديب، تيتا لطيفه ومجموعه كبيره من الممثلين. كتابه كلود صليبا، اخراج الي حبيب، انتاج شركه جرين وايجل فيلمز. بعدنا عم نصور، باقي لنا يمكن شيء 7 أو 8 ايام بينتهي التصوير. هون سوري كمان نوجه تحيه لايجل فيلمز يلي هي كانت كمان انتاج مشترك بديو الغرام. كل التوفيق ماجي بكافه مشاريعك. كارلوس خبرنا عن مشاريعك بالتمثيل وبالغناء ايضا. صح، بالتمثيل الام تي في على موعد مع مسلسل يعني منتظر. انا شهادتي مجروحه فيه، يعني مسلسل حلو الغرام اسمه. حلو الغرام عم يتصور هلا، بعد بقي لنا كم يوم بنخلص تصويره، هو لشاشه الام تي في مثل ما ذكرنا. النص لطارق سويد صديقنا وحبيب قلبنا، هيدي متفق عليها انا وياك متفقين كثير. والانتاج لمروه جروب، والاخراج لجو فاضل،
جو مخرج من المواهب الواعده جدا بعالم الدراما بلبنان وان شاء الله بالعالم العربي. اكيد بيشاركني البطوله جوال داغر ومي صايغ ويمنى بوحنا وباتريسيا نمور ومجموعه كبيره كمان من الممثلين، ما يزعلوا مني اذا نسيت حدا. على الصعيد التمثيلي كمان في مشاريع قريبه جدا يعني، بس بفضل مش هلا احكي عنها. على الصعيد الغنائي من بعد اخر شيء عملنا يا مجنوني، غنيت يا مجنوني وفيديو كليب يا مجنوني. هلا كمان رح بيكون في غنيه كثير حلوه للمسلسل مع فيديو كليب عملتها كارينا عيد كمان، يلي هي كانت العامل الاساس لنجاح ديو الغرام، غنية ديو الغرام قصتنا حبينا يلي العالم حبتها كثير. فهلا عملت لي غنية كمان جديدة، بدي اشكرها كثير لكارينا، بحبها من قلبي وبحب احساسها وبتعرف تصيبني كثير منيح. واكيد في غنية هلا قريبا يعني مفترض تنزل غنية جديدة كمان. بعنوان؟ بيوصل عطرك. شو رح نسمع منكم؟ ما رح تسمعونا الديو الغنية؟ قصتنا حبينا يوم اللي التقينا، حكينا بعينينا حكاية قلب انكسر، سينا اللي حوالينا واجتمعوا ايدينا، وكل يلي تمنينا ما يفرقنا القدر. انت الامل ولا مش رح خليك تفلي، حلمك تمل بوجودك انتي بكتمل، شمسك حبيبي فصل الشتي بتشرق حتى تدفيني. ما في شك ديو كان ناجح والمسلسل كان ناجح، ومثل ما ذكرنا على امل انه ترجعوا تجتمعوا موفقين بكافه مشاريعكم، ورح نختم لقاء معكم بمروركم بالميركس. كمان بدنا نقول لكم ميرسي كثير لهالبرنامج، وميرسي للميركس دور يلي عن جد عم تاخذ على عتقها الاخوين حلو، اكيد الام تي في عم ياخذوا على عتقهم تكريم الاشخاص، وهيدا اذا بدك احتفال ثقافي فني كثير كبير عم بيكون بالعالم العربي، وسنه بعد سنه عم بيثبت نجاحه وعم بيثبت قديش عم يعطي قيمه للاشخاص ويعطيهم دفع معنوي انه انتم بتتعبوا، في مين عم يقدركم بالمقابل. شكرا لكم، ميرسي عن جد، ميرسي لكم. شكرا مره جديده على وجودكم معنا، ورح نختم بمروركم بالميركس. بدي اقول شغله، انا وصغيره كنت دائما جرب فوت على قلب التلفزيون من شرايط الكهرباء، كنت ضلني مكهربه، كنت اقول لاهلي بدي فوت اعمل مثل هيدول اللي بيعملوا على التلفزيون. بدي اشكر شكر خاص الشخص يلي شجعني على الكوميك قبل ما انا اعرف اني انا كوميديان، استاذ مروان حداد. بدي اشكر كل الاشخاص يلي صوتوا لي، بقول لهم ميرسي كثير لمحبتكم. بشكر الاخوين حلو، بشكر لجنة الميراكس، ميرسي. بدي أقدم هالميراكس لزوجي، أكتر شخص داعمني بمسيرتي الفنية، ميرسي ميراكس دور. Thank you. مبروك ماجي. أحلى كلمة واحد بيحب يسمعها وبيحب يقولها هي كلمة بحبك. هيدي الكلمة الليلة أنا كشاب لبناني رح بقولها ظاهرة لأسطورة لشي بيستحق انه نقول له اياها كل يوم، هو لبنان. بحبك يا لبنان. صار وقت الفقرة السادسة مع اهل الصحافة، وبستقبل الصحفية ندى مفرج سعيد. اهلا وسهلا فيك بحلقة الليلة. اهلا فيكي. بمتابعتك للأعمال الدرامية بعام 2012، أي من الأعمال لفتك أكثر شيء؟ بدي احكي عن الدراما اللبنانيه يعني ككل، يلي قدرت اخذت من وراء مسلسل روبي بفتكر اخذت مكاني بالخارطه العربيه وبلشت تتنافس، وبفتكر انه يعني هالشيء اعطاها زخم لاعمال مميزه. صار فينا نحكي عن اعمال عن جد كثير حلوه. اكيد بال 2012 بتصور كان في عملين هيك استوقفوني، الارمله والشيطان يلي اخذ ريتنج كثير كبير، وحلوه وكذابه يلي تحول لفيلم سينمائي، واكيد في اعمال ثانيه يعني، بس انا عم بحكي يلي كانوا الهيت مثل ما بقولوا اغنيه هيت يعني، مسلسلات هيت
وكممثلين وممثلات، هل في اسماء معينه لفتتك؟ ليكي أنا بنظري ما فيك تحكي عن اسم ممثل، يعني عن شخص بتصور الفار صرنا بعصر العمل بيشهد كله حتى لو جبتي أهم مش ممثل عم يحكي يعني عمل مبتذل مش هيك ما بدي أو الإخراج أو بالناس أو بالصورة أو بكل بيشهد كله حتى لو جبتي أهم ممثل عم يعطي يعني عم بيمثل الدور، مشان هيك ما بدي يعني أحكي أدخل بلعبة الأسماء لأنه عنا كتير أسماء واعدة وعنا أسماء أكيد مخضرمة عم بتتابع يعني وعم بيتعلموا منها. بعرف إنه الممثل اللبناني بلش ياخذ حقه وعم لاحظ انه عم بيكون في اعمال مشتركه عم تجمع ممثلين لبنانيين خليجيين مصريين وسوريين كمان عم ياخذوا من بعضهم يعني خبرات، وهيدا الشيء كثير مهم انه بلش ممثل لبناني ياخذ حقه على الخارطه العربيه. ذكرتي حضرتك انه صرنا بعصر العمل، هل هالشيء بيطبق كمان بالفن بالاغاني صرنا بعصر الاغنيه؟ طبيعي بطل تقولي انه البوم هو ناجح. مثلا مؤخرا احلام البنات نزلتها باسكال مشعلين عامله هيت يعني اخذي هيك يعني مش منزله البوم اغنيه سينجل. مثلا نزل وائل البوم كامل يظل يروح بعدها يعني هي هيك اللي بتحسيها بتضوي يعني اكثر. كارول احساس اغنيه الاحساس تبعها كثير كمان مميزه، يعني صرنا بعصر العمل مش الالبوم. شيء بيظلم الفنان؟ لا اكيد الفنان عنده جمهوره، يعني لو اذا ما في جمهور مستمع ما راح الفنان يعني يكون عنده هالحضور. هلا في فنانين اكيد شباب عم ياخذوا كمان حقهم عم يعملوا اعمال حلوه، بس كمان العمل الحلو مرتبط يعني نجاحه مرتبط بعدد جمهور الفنان، يعني يمكن في ناس بتحب ستايل وائل، ناس بتحب ستايل فضل علما انه هلا اعتذر وبعدها بتسمع له، ناس بتحب صوت نجوى كرم، ناس بتحب صوت نانسي. هل هالشيء عم يفيد اكثر الكاتب الملحن والموزع برايك عصر الاغنيه؟ ليك العمل الناجح مش بس هو صوت فنان، هو اكيد كتابة، يعني إذا ما في كلمة حلوة ولحن حلو والتوزيع حلو، علما أنه نحن بالعالم العربي بنهمل هدول صناع الأغنية الأربعة ليعملوا الأغنية، الأغنية ما بيعملها الفنان لوحده، إذا الفنان صوته كتير حلو غنى أغنية مش حلوة لا كلمات ولا لحن بفتكر أنه بيسقط كمان. جائزة الميراكس دور بتكرم الفريق كامل، يعني بتكرم كل المبدعين. نعم. شو رأيك بهالجائزة اللي بتنعطى أكيد سنوياً؟ أنا بفتكر أنه الإضاءة على العمل الجروب يلي بيعطيه هو كتير مهم، لأنه صرنا نحن بعصر بحياة العمل مش شخص هو اللي بيعطي، هي المجموعة اللي بتعطي. بتصور أنه يعني الإضاءة يلي عملتها الميراكس كتير مهمة، وتكريم أسماء بلش ينسيهم يمكن تنسى كمان بالعالم الفني كمان شغلة كتير مهمة. جائزة التكريمية يلي عم تنعطى يلي هي مختلفة عن العمل بحد ذاته يعني. صحفية ندى مفرج سعيد، شكرا على وجودك معنا. ميرسي. زوردي كاون داون 2013 بيتابع، وصار وقت استقبل ضيوفنا المخرج إلي حبيب والكاتبة كلود صليبة حبيب. أهلا وسهلا فيكم بحلقة الليلة. موضوعنا رح يكون بشكل عام عن الدراما اللبنانية. المخرج إلي حبيب، كيف واقع الدراما اللبنانية؟ هلا المفروض حسب ما عم نشوفها تحسن يعني مع كل اللي عم بيصير بالعالم العربي وهيك. آخر سنتين كان عم بيطلع يعني الحمد لله، ما فينا نقول الا الحمد لله. وطبعا في افورتس عم تنحط من الكل زياده، اوريدي عم تنحط زياده يعني. نعم. من المنتج، من المخرج، من الممثل، من الكل. وعم نشوف فكره هلا المزيج او الدمج يمكن بين الدراما اللبنانيه او الممثلين اللبنانيين وممثلين من الدول العربيه. نعم. شو رايك بهالظاهره اذا فينا نسميها اللي عم نشوفها مؤخرا؟ هلا هي بطبيعه البرامج عم تنعمل يعني سوب اوبرا اذا بدنا نسميها، لانه المسلسل كثير طويل. لازم يكون هيك لانه التارجت تبع المنتجين عم بيكون العالم العربي، ولحتى يقدر يوصل اللبناني للعالم العربي مضطر انه يدخل او يطعم مصري سوري خليجي يمكن اوقات لحتى توصل. والقصص عم بتكون مبدئيا هي ذاتها، بس الاهم انه عم بتهم المجتمع العربي اكثر من انه مجتمع خاص اللي هو اللبناني.
وسطنا. كلود، هل بتلاقي انه هذا الشيء عم بيضيف للدراما اللبنانيه او عم يفيد الدراما العربيه؟ يعني مين اللي عم بيستفيد اكثر؟ بعتقد الاثنين عم يستفيدوا، اكيد عم بيضيف على الدراما اللبنانيه تنوع، عم بيضيف انتشار اكبر بالعالم العربي، لانه نحن الدراما عندنا بتعرفي هي يعني لوكال، بنا منتشره بالعالم العربي. فلا هيدا الشيء بعتقد عم بضيف، عم بضيف خبرات كمان. لا بحسها بوزيتيف كثير يعني. كلود، كان لك تجربه اولى بالكتابه بمسلسل لولا الحب، خبرينا عن هالتجربه. تجربه هي فعليا ثاني تجربه لإلي، كان في مسلسل قبله بس اكثر من رائعه. يعني لما بلشت بكتابة الدراما لقيت حالي، لقيت هيدي هون كلود لازم تكون، يعني هون مهنتي. يعني أكثر من رائعة وعم برجع عيدها. إلي كلود كاتبة هلا، ما أنا زوجتك، شو رأيك بكتاباتها؟ مجرد ما عملت المسلسل يعني بحب كتاباتها. وكيف كان يعني بما أنه حضرتكم مزوجين، فهل عم يكون في تباين بالأفكار ولا متفقين وبيكون في نفس النظرة؟ سؤال إلي؟ نعم تفضل، بسأل أكيد برجع كلود، يعني بسأل اثنين. دائما في تباين، دائما والتباين هو للأحسن أكيد. يعني لما بنختلف على موضوع معين بصير في نقاش، بنوصل لقرار موحد بنرجع، اللي هو يمكن الدراسين عم بفكروا أحسن من واحد، يعني بتطلع النتيجة أحسن. كلود، إيه مزبوط، ما في شيء هيك بنتفق عليه دغري من أول مرة، لا على طول في أخذ وراد و لحتى لنوصل ل يعني أرضية مشتركة. أرضية مشتركة. اللي جايزة الميراكس دار كل سنة بتكرم الفنانين والمبدعين بلبنان والعالم العربي، شو بتضيف هالجايزة للشخص اللي عم يتكرم؟ بتضيف تكريم بحد ذاته، انه منيح عم بيقدر ياخذ جايزة بهذا البلد هو عايش بعده. أول شغلة أنا سبق وأخذتها بال 2006 على مسلسل نضال وموسيقى نضال، يعني وقتها كثير انبسطت، يعني وقت طلعت على الستيج وأخذتها بتحس انه في حدا قدر شغلك، يعني هاي اهم شغله. بلس انه كمان جائزة الميركس دور عم تنحضر عربيا يعني كثير، يعني هي كمان اكسبوجر كثير قوي للبناني، للدراما اللبنانيه، للفنان اللبناني اذا بدك. وقت يكون المخرج عم بيشتغل كمان الموسيقى التصويريه مثل حضرتك، يعني هل هالشيء بتحس بيفيد اكثر المخرج او بيقدر يشوف يعني النظره تبعه بتطبق على المزبوط، يعني وقت هو يكون كمان عم ينفذ وعم يعمل الموسيقى؟ اكيد، لانه احساسه كامل يعني بالخبريه بالصوره وبالصوت اذا بدي اسميها بين هلالين. يعني عم تعملي ميوزك لشغله انت خلقتيها، يعني اكيد حتعمليها احسن شوي من غيرك، لانه منه قاعد بقلب راسك، انت بتعرفي بالضبط شو بدك هلا، والباقي بيصير قصة ذوق، يعني نوع الموسيقى وين تنحط وهيك. كلود، اذا بدنا نحكي عن مشاريعك المستقبليه، عم تكتبي مسلسلات، عم تحضري، عم يتصور، خبريني. هلا حاليا عم يتصور فيلم سينما اسمه بيبي، كمان لإلي، اخراج لإلي، تقريبا حينتهوا قريبا من التصوير. بطولة ماجي بوغوسون ويوسف الخال الى جانب العديد يعني طبعا من الكبار. كمان عم حضر مسلسل نقلارات، كمان كوميدي. ان شاء الله بالموسم الجديد على الشتاء ببلش ينزل. ما قلت كنا عم تتعاملي مع مخرج غير مخرج طيب يعني ايدي؟ هذا غير طبعا مخرج. ما له علاقه، ما له علاقه، غير حدا. وإلي كمان عن مشاريعك المستقبليه، في مشروع هلا قريبا ممكن يمشي، يعني من بعد ما خلص فيلم بيبي اكيد، يعني لانه هلا اخذ لي كل اهتمامي. في مسلسل كمان مفروض بالصيف او اخر صيف نبلش فيه، مسلسل ضخم يعني. المخرج إلي حبيب والكاتبه كلود صليبا، موفقين بكافه مشاريعكم. نرجع ضمن فلاش باك للحظات تكريم المخرج الكبير يوسف شاهين بالميراكس دار عام 2003 ببلده الاول لبنان. 55 سنة بخدمة السينما يلي بحبها، ومش أي سينما، سينما بتعكس أفكاره وحياته ورأيه السياسي الواضح من أيام باب الحديد وقبل هالفيلم حتى أيام اسكندرية نيويورك، مروراً بالعصفور والأرض والإسكندرية ليه والمهاجر والآخر والسلسلة طويلة. هذا الثائر الرومانسي يوسف شاهين يلي ترك بصماته على السينما
المصرية والعربية. بحب لبنان، بقول أنا بموت بلبنان. أكثر من 40 فيلم اكتشف خلالها ممثلين صاروا عالميين مثل عمر الشريف يلي انطلق معه بصراع في الوادي، حاز على 12 وسام وأكثر من دكتوراه فخرية وجائزة مهرجان كان بعيد المهرجان الخمسين. وبحب أذكر أنه بمهرجان السينما الأوروبي ببيروت عرض له فيلم بياع الخواتم من بطولة المطرب الكبير فيروز. مبروك أستاذ شريف. مبروك الرئيس، كلمة له من القلب. فيك يلتقي أرز الرب مع أهراء مصر والنخيل، بك تغوى زحلة المنجبة ويهدر بردونيها ويزمجر النيل على اسمك زهوا وكبرا. لهون بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليلة، ما تنسوا تلاقونا بكرة بالحلقة الأخيرة من ميراكس دور ذا كاونت داون 2013.